يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود اشهدي يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود الجنود سنزيح البلاء ونفك القلوب فنزيح البلاء ونفك القلوب وننيل الرضا من وفى بالعهود ونذيق الرضا كل عاد كنود يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود اشهدي يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود اننا للحما سنكون الجنود الجنود ويرى قومنا خافقات القلوب ويرى نجمنا للزوج يركبوا على الخيل يركبوا على الخيل ابوي مخلوف العود كما نقولوا راه مش راكب هكذا راكب سمير جنيدي من نفس سيدي حمله حيت تصور شنو ما لقاش راه وراه واحد 3 كيلو والحاج بالسوشه يخرج منه ويخرج على زعما شهر من على النيكب يخرج زعما على بياضه شافوه بلا جمال لحقوه كي لحقوه ثم بالخيل كان عندهم من بعدي محمد كي لحقوا ليه طاحوا ليه بالكروس طاح ليه بالركله محمد واخيرا لاباس بيه قال لهم الله 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 الحاج بالصوت ديروا له هكا انا موجود عندي في الخايم قال لهم الله الله الحاج بالصوت ديروا له هكا ترقوه بحبه وقتلوه جابوه سايقينه سايقينه ويواسوا فيه يمشوا فيه هنا وكلوا له يمشوا فيه هنا وكلوا له هما اللي حبوا الواد قال لهم هذا الفرزوج هذا راح حق تعرفوا قال لهم الفرزوج هذا وكان يطلق عليكم يتكم هيا طلقوه يجري وانا اللي قال لهم من بعد ايه طلقوه يجري هو يجري هما يجروا عسكر عقبو زوج يلوح كروش بيه هو اللي حق الكلتة قد يلوح كروش بيه الاخر يلوح كروش بيه جاوا في الكلتة جاوا في الكلتة وجماعة راهم شاكلين وكتفينهم انا ها يا سيدي هو اللي حق ها هما على بالك هم كان يحكموه هم يهتكوه مو كوماندا لعقوا ليه كتفوه قال لي كتفوني حديتي حبس الكوموندو حبس العسكر هذا اللي جاوا قال لي انا لاقيت هكا نجبد في القائمه تاع الاشتراك قال لي نجبد فيها يقطعها قال لي ناكل فيها سرتها قال لي كليتها قال لي ومن بعد ولا حول ونداونا ولاد مهيا راح ولاد مهيا الليل في واحد الزبيزانه قال لي رقدونا ضرب الليل المقرب قال لي وانا كيف احنا نسليك قال لي قلت له ايه كوموندو قال لي انا فاوكا روح شل الماء قال لي قلت له فاوكا بيني قال لي روح قال لي انا نقعد ونقعمس نمشي شويه ونقعمس نمشي نقعمس قال لي باه نضرب عليه ضرب قال لي ونطلع له كتاف ونهرب قال لي والجماعه هذوك اللي كانوا كتفين هربوا ثاني القبله هو جا شاق منا وحكم على بياضه وقال رجع للزلالفه قال لي نلقى عيسى قال قلت له راني ميت بالشرك نجي قهوه ونكسر قال يجبر روحكم لهي عني اجبر روحكم قال ونحكم على بانيو
احنا عندنا خالنا محمد هذا حاط رمل. قال لي طليت عليه قال لي هو يبكي وانا نبكي، هو يبكي وانا نبكي، هو يبكي وانا نبكي. قال عاد ثلاث ايام عنده في الرمل. ومن بعد قال لي ان قال لي مخلوق قال لي ما ترجعش للحضر. روح للرمل، روح للرمل. عمي محمد لك حد هذا بالذات يهزهم فوق الدابه وبرويت كريوله تاع الدابه وهزوا قشنا ودجاجاتنا وقالوا يلا. لحقنا ديك الساعه الحاج بالصوشا قاعد يستنى فينا في بوسعاده. وحنا في بوسعاده كراوي لا عندنا دار مليح، دار مقابله العيل لام امي بالذات مليح. سكننا فيها او قعدنا حتى لا الاستقلال ما حكمش. لا تحكي عليه هو هذاك ولا هذا هو ربي يرحمه ويستر عليه. سلام يا الله يبارك. اهلا الحاجة وش راكي؟ بس ولا؟ ارواح الحالة تروح يصورنا وحنا خير ولا؟ ارواح محمد الله يبارك ارواحه. ايه ما شاء الله ربي يتم بكم خليكم لبعضكم امين يا رب العالمين. تفضل يا الحاجة اقعدي. هذا قدموها هكذا. تفضل تفضل معليش ابدا. قدموها هكذا. روح. هذه الحاجة زينب بريش زوجة الحاج بالصوشة المجاهد راها جاهدت معاه ومنين بدات الثورة هي معاه وراه شرفنا اليوم سي عمرون السعيد راه هذا المجاهد الفذ راه جاي يكرم في الحاجة رئيس قسمة المسيلة ربي يحفظه ويكثر خيره ويكثر من أمثاله آمين واللي راه يفكر المجاهدين ويعطيه الصحة وبارك الله. وإحنا نقول لك الصح جينا هال جينا لبريش ما جيناش الوالي لا لا زوجته لا لا جينا لبريش احنا بمناسبة يوم المرأة هاي وهالمرأة وهي اسمح لي يقولوا يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة من عميه وما قالوش عظيمة لا لا عظيمة وإحنا هذه المرأة إن شاء الله عظيمة الله يبارك وإحنا جايين نشوفوها ونشوفكم معها راك راهي مهمتكم اخي ان شاء الله وتحكي لنا يا اخي تقدر تحكي الحاجه يا اخي تقدري تحكي لك ان شاء الله صار فينا ايه الله يبارك تفضلي وقعدي وضو الحاجه الاول وهي ثانيه روح انا نتخلص روح تنول وهي سميرة روح محمد روح 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 اهدا خلاص 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 الله اكبر الله اكبر يا الحاج يا وش تحسك انت وانت تضربي في البارود؟ ايه لا النفسية تاعك يعني يا راسي ايه الله يبارك ربي يخليك ان شاء الله استناي احنا هاتي الهواء استناي معاه استناي معاه روح روح هو استناي نهرب القرطاس على راسي روح دير عمر الله اكبر روح زيد الله اكبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحاجة زينب خي هكذا يا اخي حجيتي ولا حجيتي قدها المرة يا ربي الحاج بن صوشا ربي يعني. وحسين ما لحقتش
خرجت وين زدتي يا الحاجة؟ وين زدتي؟ زدت هنا في الحرم. وين زدت؟ وين بالضبط؟ في دار من؟ دار الحاج حمد. في دار الحاج حمد. وش كان هذا الحاج حمد؟ مجاهد. ها؟ قبل ما يكون مجاهد، كي زاد ذاك الوقت زدتي في 32، كان مش مجاهد، وش كان يخدم؟ فلاح. في أرضه ولا عند الناس؟ عنده. كان مشي هو؟ مشي هو. الله يبارك. وقتاش انتقلتي لهنا من دار بيك لدار بن صوشة؟ يا حسرة. قداه كان في عمرك؟ قداه تقريبا؟ ما تقولها تخليها تحضر. 15 16 هكذاك. بنتك الأولى وقتاش جبتيها؟ في 50 في 52. بنتك الكبيرة؟ في الثورة. قبل الثورة قولي. قبل الثورة. هكذا يعني 52 53. الله يبارك. جبتي 12 طول 12 نكرش كما يقولوا. وهزيتي عائلة كبيرة لهنا بالإضافة لأولادك، كانت عائلة كبيرة لهنا في هذه الجهة. قداه كان في هذاك الوقت عائلة والي؟ ما تحسبش خير ربي. خاوت بن صوشة ولا؟ خاوته. والديه والديه ولاده. نرجعوا للثورة. كي جات وقتاش لحقت لكم الثورة هنا؟ وقتاش لحقت لكم؟ وقتاش بديتوا انتوما تخدموا الثورة؟ وش بديتوا؟ كيف فتحت درتوا قازمة؟ وش درتوا انتوما ذاك الوقت؟ درنا القازمة، درنا الضيفات، درنا خلينا ما نعافروا. كنا مجاهدين. مجاهدين ساعة عندنا. ها؟ يوم اللي نوضونا نديروا. قد ايه كان عندكم انتوما مجاهد منا؟ غير بن صوشة، شكون اللي كانوا مجاهدين؟ وش يقولوا له مخلوف؟ كان مخلوف وبن صوشة وزيدي. سميه الحاج. محمد وعامر قشام جيلاني كانوا كل في الجهه. لا نعوس على العائله تاعكم هنا. محمد ولي محمد. محمد خميسي وعامر. عامر بالمداني. عندنا 11 شهيد من نقبه والي. 11 شهيد منا. انعم يا ربي يرحمه ويسع. 11 شهيد. احكي لي انت دوكا، واش كنت ديري انت؟ انا نلوح لهم، نغسل لهم، نوجد لهم. مثلا قد كنت تلوحين؟ قداش كنتوا تلوحون نقرصه ولا نوحده ولا قداش كنتوا تقريبا؟ ما تحسبش. نلوحوا اللي نذبحوا طرفهم ولا يا الله، ونلوحوا يجوا ياكلوا، واللي يهزوها واللي يجي يقصمهم العسكر يهزوها ويهزوها. ايه سما ساعات كانوا ياكلوا هنا وساعات يهزوا ويروحوا. ايه ياكلوا هنا ويهزوا ويروحوا. انت شفتي العسكر ولا ما شفتيش؟ لا ما شافوش. انا اللي دفر لي صاحي هكذا وقول لي خشي بداي بالدار الاولى. خشي انت الاولى. ها؟ يظفرني بالمكوح لا يخش بالكروس. كروس. يقول لك الاخرى مجاهدي تم. قد ايه الخطره؟ الخطرتين ولا ثلاثه يجي يدفرهم، يجوا في الليل. ها؟ احنا رقود يجوا نوضونا. هذوك يجونا شاو ليل، هذوك يجونا عقاب ليل، نباتوا نتراشوا كل وعاب. وينهم ذوك وينهم ذوك؟ مجاهدين. كاين ها صحيتي المجاهدين بيجيو. واللي يجيو كانوا يجوا العسكر ويجوا والحركة. الحركة. كانت يجوا فرنسا وحدهم والحركة وحدهم ولا يجوا مع بعضهم؟ مع بعضهم. وكثيرهم الحركة اللي يدوخونا. باش يجوا الحركة بالعواد ولا باش يجيو؟ يجوا هكذاك معاهم. يمشيو؟ اي. يخشوا حوس ويفركتوا ويخرجوا. يقولوا كنا نقبضوا مخلوق ذاك نديروه الطرف نتاع كبدة. نشوه كذا هكذا وناكلوه. كان نقبضوا عليه. لا مخلوش كان داير لهم؟ مجاهد هو الاول، هو اللي بداه. ولا يكرهوه بهذه الطريقة يعني؟ قال لك حتى يقطعوه وياكلوه طراف طراف. قطعوه قال لك كذا 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 وناكلوه ونفرقوه. زيدي كنتوا توكلوا؟ وكلونا ذبحوا باتونا.
يضرب في المجاهدين. ها. وهم جا العسكر عدو تاوبوا بهم يتحاوشوا. كاش ما يجي يضيع عدو يدربوا عدو يقصبوا عدو. كاش ما يجيو مجاهدين منا ومنا تدربوا عندكم ولا ما كانش؟ مجاهدين. ايه تاع الوراس ولا انت؟ عبد القادر الباريكي تشاي عنه وجاكم لهنا قده قاعد عندكم يروح ويجي ما نشعر يجي يأكل ويروح ولا كيفه يأكل ويشرب ويروح ونسى مجاهدات عمر ما جو معهم وانت وش كنت تديري بالإضافة للماكلة والشراب كش ما خدر جوكم جريح دويتوهم ولا دويناش احنا لما كنتوا في المحيط العالي داوكم الشياء والبقرات والبنز وهذيك خدمتي غير هنا في هذا الدوار هنا في البيت ولا في بلايص اخرين ثاني؟ كيفاش؟ رحلتي رحت لبوسعاده رحنا بوسعاده صح كنا فرنسا رحنا بوسعاده بوسعاده رحتوا في 61 وين قعدتوا في بوسعاده وين؟ ديار كريتو دار ثما كرينا داك محمد داك حنا يقول لك قول دابا ايه انت يا وبن سوشا عذبوه ولا ما عذبوش؟ عذبوه كيف كنت تدير روكي عذبوه؟ كنت تلقزين وتداويه ولا ولا؟ انت تركزوا بالزيت تركزوا بالزيت نحزم له نعافر وقود وكش ونروح وما يقبلوه نخلوه قدان خطر عذبوه قدان خطرة أربع خضرات ولا خمسة خوان جايبينه منهم يسرقوا فيه من فوق ها واخر جايبينه من الحانوت على زي الثاني وش كانوا باه كانوا يتهموه؟ مجاهد مجاهد هي مجاهد وش كان يدير؟ كان غير يوكل برك ولا كازما ولا وش اللي كان؟ يوكل ويمشي معاهم الخصمات وحوس معاهم ووري لهم هو اللي واقف معاهم وكنتي تروحي لداركم بيت بيك ولا ما كنتيش؟ ما طير ليش ما طير يعني وقت الثورة ما طارت لكش كي تحكي على قصة حياتك تي قصة حياتي أنا في الدار مردومة ما نش عارفة واش صاير لا أها كنت تسمى المهمة نتاعك فقط الطيبي قابضة داري أها ولادي قابضة مولا بيتي واش قال نديرو له وخلاص إيه وجينا العسكر الاشتراك هذا وجينا الاشتراك هذا المهمة نتاع المرأة ذلك الوقت يعني زوجة المجاهد ولا اللي عندهم كازما ولا وش كانوا يديروا بالضبط؟ زوجة المجاهد ايه المهمة نتاع النساء هي معروفة ها الأكل تحضر الأكل تغسل القش الجنود الناس اللي يجيو ها المجاهدين وحتى الحراسة نعم ثاني تقوم حتى بالحراسة حرستي انت ايه تحرس ايه أمور البيت والملازم نتاعها من غسيل وماكلة وتحضير وفراش وغطا وهل كانوا يديروا اتصال مع النساء ولا ما كانوش؟ لا كيف يتصلوا؟ يروح من عائلة لعائلة ولا كش ما يجيبوا ولا؟ برا الورا اللي كيروح مرته هي اللي تقيه تعس هي تعس هي يروح ونعس أنا عندهم هاو جا الروح هاو اللي حب منها هاو جا هكذا والكثرة الحراسة للنساء لأن الناس ما يشكوش فيهم اي ضربوا برا كيما نقول يقضيوا ويناولوا ايه ما يشكوش فيهم ايه حرست انت يا حرست ايه كي يتعب ولا يرقد ولا النوض ندور ايه هذه واضحة كاينة مرة خلعتي فيها بزاف ولا ما كانش؟ ايه مات طحت مصورنا مش خلعنا احكي لي على مرة فيهم قول لهم 100 مرة مش مرة والله احكي لي على مرة برك بنحسوا احنا احكي لي على مرة كيفاش جاوكم مثلا العسكر وكيفاش درتوا احكي له كي يلحق لك العسكر ويضربك في الكروس ويدخلك للدار انت الاولى يخاف لا يلقى جندي ولا يضرب احكي لنا كيفاه
خششني خشي خشي يا فاطمة خشي يا فاطمة خشي خشي وهز لي المكحلة والكروس وضرب الذراعي دخلني ودفرني ايه. وخش أنا الأول أكسع به خش خايف لي قلت لك أجدام خايف خايف من الجنود من المجاهد هو خايف من المجاهد خوف خايف هو ايه. ونهار اللي جابوا دادة منها ما خلاتيش ثاني من ايه هي هذا جابوها مسلسل كتفين وجابوه منا مش مقبل ما حطوه هنا يا حلو وين مشوا هاد اللي تعرفيهم محمد يكونوا عايشين معكم هنا محمد واش تحكي لنا عليه هذا محمد جندي وراح صغير مازال مات في الماضي مات صغير راح صغير مات في الماضي خلى زوج نساء وراح خلى زوج نساء زوج نساء ما ظناش؟ ظنا. شو ما عنده ولاد ظنك؟ ماتوا بزوج. سبحان الله. زيدي هذا محمد والي. ها؟ قتلوه كتلة العربي بن مهيدي. شواوه في الصدرة. سبحان الله. إيه. كيفاش شواوه؟ علقوه. كل الحمو ينحو يشوف فيه. إيه. قتلة العربي بن مهيدي. ومات في شناقر بطل. إيه كان مجاهد كان جندي والي محمد والي محمد إيه 57 إيه هذا رم كشبرهم مسمين عليه مسمين عليه مدرسة هنايا هاي ورا عندنا هنايا مسمين عليه المدرسة برك تاع ولاد رمضان إيه ربي مدرسة برك وزيد يا الحاج هذا جيبوا لنا اسمه زيد ونسموه صح بزيد يا الحاج زيد لنا شاهد واحد آخر عامر بن مدني أنا خميسي وغشام جلالي تعرفيها؟ تعرف جلالي وش تحكي عليه؟ حكي راجل وراح ثاني محمد كيف كيف؟ ايه تشوف في المعضيدة ايه ونسيبنا ميمون الحاج راه ماخذ اختها وميمون الحاج نزلت حيه خذ اختها حيه في النساء تاوكم وين اللي خدمت بزاف اللي كانت تعاونكم بزاف وكانت تقوم بالمجاهدين معاك انت كانوا يعاونوا فيهم ما عارف سمينا وينهم انا اعرفهم واش انا اللي كانوا معاكم هنا انا داري ماني عارفه اللي يجي اللي يخدم لا اللي معاك اللي معاك هاكم قلت لي كنتوا في سبعه والله قمير ما حاجه زينب وقمير مرت شيخي قمير الحاجه ايه هزها ودها راحت لها يدك هضر عليه هذا ايه حاجه زينب وين دها وين؟ راحوا للبركه راحوا للبركه نسيت ايه كانوا حاطوه في العشه بيت وبعير ويمشوا ايوه مشبوهين من فرنسا ايه يتكلمي هكذا تكلم فهموا في هذا وكيف راح هذا فوق الثورة وقت الثورة هذا هنا عندنا شيخك مخلوف شيخي مخلوف هز الزوجة تاعه ايه جاب اللونيس راحوا هما البريك هم ايه وجابوا قالوا يا الله مشيخ حربوا البريك حربوا البريك هو كاش ما يشوف عسكر والله يدير هرس تاع برنوس اصفر ويخش في القدم ويخرج هذا مخلوق هذا مخلوق الله يرحمه ويسعده زيدي هذا زوجة مخلوق زيدي لنا اخرين نساء اخرين هذا اللي معايا سمت لك الزوجة تاع مخلوق الحاج واش كنتوا تطيبوا الماكلة اللي تطيبوها المجاهدين واش اللي هي؟ الطعام نديروا لهم الطحن نديروا لهم قال لي ما وجدش كل خطرة كي يجوكم يلقاوكم واجدين ايه نذبحوا ياكلوا مليح ويروحوا ما كاينش حتى خطرة ما اي لا قصبوا والله راحوا والله خملوا لهم الله يتقبل ايه قصبوا قصبة فرنسا وهما يعطوكم يجوكم على غيلة ولا تجيكم مرسول يجونا على غيلة ساعات مرسول ساعات يجيهم خير يخبروا ايه لحولهم باتوا تلوحوا نوجدوا باتوا نتراخعوا على البرم ايه باتوا نتراخعوا ولا جات فرنسا نعودوا ما نعرفوا وين نديروها نعودوا نديرهم قازمة ايه يا خا قطيع عظام يا حاجة يا كل عدو جراو
دربوا تخلوا الاثار وهم ما يخلوش الريحه. ايه ما يخلوش ما يلقوا حتى حاجه. مره ما جاوا لقوا عندكم الناس ولا؟ ما جاوش هم يتنقصوا، هما كي يتنقصوا يجوا طايرين. المزيه ما يلقوش نقصوهم يقصوهم. ايه فالله الا مدحوا يواجهوا. عندك خواتاتك ولا ما عندكش؟ عندك. كنتي تروحي تزوريهم ذاك الوقت ولا؟ لا نزورهم ما يطيرني. ما يجيك؟ يجوك ولا ما يجوكش؟ ساعات يجو ساعات. كانوا يجوا يعاونوك لهنا ولا؟ ما يجونيش، كل خاف يبر. ايه. وهاني خذها مرت جيلاني. مرت شهيد. مرت شهيد غشام. ما يا سيدي راها كيما نقولوا راكم ما... ايه. زالت. ايه. غشام جيلاني. ايه. ايه. وراها ساكنة هنا ولا وين؟ أنا نعرف غسام الجيلاني كان يخدم معنا في التميمي مراقب. هذا مسمي عليه. مسمينا عليه. هذاك مسمي عليه مش ابنه. مش ابن بنو ولا. بن مختار. بن مختار. يا سيدي احنا كيف والله العظيم. نحوس على ولاد الشهداء ننسى الشهداء ما نلقاهمش هما هنا كيف. إيه. إيه محمد قضوان يا سيدي. ايه عرفهم. هذو كل نسجلوهم ان شاء الله. ان شاء الله. زيد يا الحاج احكي لنا. حكاية. وين من ولادك اللي يهرجك؟ عبد الله ولا؟ عبد الله. الله يبارك، ربي يخليكم من بعضكم. قولي لنا كلمة أخرى الحاجة كيما واش حبيتي تقولي قولي. يحفظكم ان شاء الله. يحفظكم. امين امين يا رب. بلادنا قولي. سؤال اخير قبل ما تكملي. انت المجاهدين تهلاو فيكم ولا ما تهلاوش فيكم؟ المنظمه. المنظمه. شنو جانا الله يبارك. ها؟ انا دايخين براسه وكذا. ايه. دايخين به. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. صحي. اخويا كثر خيركم وربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين. الله يبارك. كثر خيركم. بارك الله فيك. هذه المكعبه تاع الحاجه راه تبات دايرتها عند راسها. ايه. هذه راه ما تخطيش من تحت راسها. ولا منيش خايف هذا. ما هي دايرتها تحت راسها. وحاطه السره قدامها ولا؟ ايوه. الله يبارك، ربي يخليك يخليكم. الحاجة تقولي الشعر ولا ما تقوليش؟ ها؟ ماكش حافظة؟ إيه. الله يبارك. هكذاك هكذاك. ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله.